السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد إن شاء الله نهضروا فيه على عملة ديال كاسب وعلى عملة ديال الآلي اللي هي ديال Artificial Intelligence Liquidity ولا Artificial Liquidity Intelligence. كما كتشوفوا بيتكوين راه باقي تيلعبوا به بين 23 بين 20 وبين 23%. فكنتسناو غير هذاك الدامب ولا هذاك الفريع ديال الريزيستنس ديال 22 باش نمشيو ديريكت 21 بلا تخرشيش. فعطيتك غير المختصر المفيد بالنسبه لبيتكوين وردوا البال. راه كاين واحد الانالوجي ولا واحد المثال ديال الوول ستريت اللي هو هذه كيفاش العقليه ديال واحد كيستثمر كيفاش كتلعب. اوكي هذه تبابليشات في وول ستريت. يعني احنا تقريبا يلا واقيلا واصلين هنايا فهاد البلاصه. ما عنديش شي تول باش نرسم عليكم هنايا. مين كوبي وهاني راه كوبي ايمج. دابا يلا واصلين هنايا. انت احنا الاخوان في هاد البير ماركت اللي احنا فيه احنا يلا واصلين هاد القنت هذا. يلا كاين هنا اوكي هنا فين كاين هاد الساعة وك فين كنتسناو بلاتي تيمشي ل 12000 وديك الساعة تشوف الديبريسيون ديال بصح. فردوا البال هادشي راه ممكن تقلبوا عليه راه كاين راه محطوط في سميتو في جوجل. راه كاين في جوجل تقلبوا غير على وول ستريت شيت غتلقاوها تما. المهم كيفاش العقلية ديال واحد كيستثمر كتكون سميتو كتكون هنا الخلعة الدينية شوية دا ما متيقش بانيك تيخاف تيبيع بلا 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 شوية تمن تيقعد يطلع. المهم ردوا البال بالنسبة للمارشي اللي هاد الريتيست اللي دار 25 راه ماشي شي حاجة الإخوان. إلا ما ديباسيش هاديك 25 فاحنا غادي نرجعوا للبلاصة في كنا. ما ديباساش غنرجعو ما كاينش تخرشيش. فهذا هذا من الحوايج اللي كاينين. رجعوا لصوب الموضوع ديال اليوم اللي هو عمله الاليكس ولا الاليتا ارتفيشال ليكويديتي انتليجنس توكن اللي هي هذه قدامكم. فكاين جوج الحوايج اللي خصنا نرد على البال. كانت دارت واحد الاول تايم هنا في ماي ولا ابريل ديال 2022 في واحد 3 ايام هذه ولا ماشي 3 ايام وانما واحد 15 يوم هذه حاولت انها تخترق جهة ديال الاول تايم هاي. من بعد غادي نرجعوا نشوفوا الار اس اي وغنرجعوا نشوفوا ايضا حتى سميتو. الى كنتم كتشوفوا هذا الفيديو لاول مره نتمنى تكونوا سبسكرايبين لهذا الشانل. الى ما كنتوش مسبسكرايبين الى كنتم يعني مشترك في هذه القناه مرحبا بك مجددا في فيديو جديد ان شاء الله. فكاين عملات بزاف اللي باقا بوزيتيف. وحده منهم كما قلت لكم اللي جبناها نهضروا عليها اليوم هي هاد الالي ولا نسميوها علي. اوكي ان احنا بالعربيه كنهضروا بالعربيه نشوفوا علي نسميوها علي وصافي واخا ماشي الاسم ديالها. الا شفنا هنا الاول تايم تقريبا الاول تايم تشارت ديالها كما قلنا راه في 22 ماشي في 22 وانما في شهر 4 شهر 5 ديال 2022 كانت دارت واحد الاول تايم هاي ديال 0.013 يعني 13 سنتيم اللي دارت. فنزلت عاوتاني حتى لجوج الاصفار و 93 90 وبقات غاديه راجعه حتى وصلت لهنا ل 0.96 راه ضربات تقريبا في 0.10. اوكي هذا واحد الرالي اللي واعر بزاف. يعني تشد شي حاجه بحال هكا صافي راه عندك فيلا في المعارف ولا عندك فيلا في شارع المسيره ولا في شي بلاصه هنا في كازابلانكا ولا في كاليفورنيا. اوكي بالنسبه للناس اللي تيشوفونا من مناطق اخرى اختار هي بلاصه يعني كونسيديرابل بانها ريتش ولا هي غنيه منطقه زوينه شريفيك فيها منزل ولا كذا. المهم نرجعوا هنايا لشفتوا الادوبسيون ديالها في المارشي فهو غادي تيطلع يعني حتى الليكويديتي حتى السيوله فيها راه غاديه مزيانه. بالنسبه للعام هكا الشهر ديالها هذا هو شهر 5 شهر 4 اللي قلت لكم مشات 0.14 0.13 في بعض المنصات ديال التداول. بالنسبه ل 3 شهور هذا هو الجرو ديالها ولا النمو ديالها فهو باقي بوزيتيف. الى شفتوها هنا راه تقريبا 0.50 وبقات غاديه راجعه. غنشوفوا علاش راجعه ونشوفوا كيفاش نقدروا نصيدوا هذه نمشيو معاها مزيان لفوق 0.10 0.12 او فوق من 0.10.
بالنسبه هذا السبع ايام هذا ديال النهار الى شتو ديال النهار غادي طالع معيط. ف اول حاجه ولا نعاود نذكركم الاخوان تهانينا لاي شخص اللي مشى كان شرى هذيك الكاسب اللي كنا هضرنا عليها شحال هذيك هي هذيك كنا هضرنا عليها تقريبا فاش كانت هنا في 0.50 قلنا لكم تقريبا تشريوها ولا تدخلوا فيها ولا تردوا لها البال لان غادي يطلع. فهي دارت هنا واحد الاختراق سافر ل 0.10 ومشات اوتوماتيكمون ل 0.12 فالاستمرار ديالها الاخوان غيكون هنا ديريكت ل 0.24. فهذا هو التارجت الثاني. التارجت الاول هو انها كانت غير خاصها ديباسي هذا الريزيستنس ولا هذه المقاومه. فالهدف الثاني ديالها والاخير اللي هو يكون هنا في 0.25. فتهانينا لاي واحد دخل هذا البروجي هذا اللي كنا هضرنا عليه في واحد ثلاثه الفيديوهات السابقه مع الاو بي ومع الكاسب ومع الفي دي تي. اوكي فرجعوا اللي بغينا نهضروا عليه اللي هو الالي. نمشيو هنا للاي اي ونجيبوه من الاي اي هنايا. فهذا هو التشارت ديالها. اول حاجه اللي غنحيدو هذا الموف هذا النظام الموجات وغنحيدو تقريبا حتى هذا البورسونتاج هذا اللي كاين هنا باش نعاودو كل شيء ان زيرو لان ديجا درت هذا الفيديو هذا في القناه ديال الانجليش. الا ما كنتيش عارف راه عندي قناه ديال الانجليش ولا كتشوف هذا القناه هذا الفيديو هذا لاول مره عندي تشانل ديال الانجليش. ها هي هذه راه حليتها تقريبا واحد السيمانه هذه. نتمنى تكون سبسكرايب لهذا الشانل وتسوبورتيها تزيد القدام وتكبر. الا كان عزيز عليك الكونتوني ديال الانجليش فهنا كندير فيهم فقط الفيديو ديال الانجليش. بالنسبه الى باغي تبقى في العربيه بقى بالنسبه للشانيل اللي كنهضروا فيها هنايا وتجيبوا فيها المشاريع باللغه العربيه. رجعوا لصوب الموضوع اللي هو الالي. فكما قلنا من نهار دارت واحد الاول تايم هاي في شهر 5 ديال العام الفايت هنا بقات غاديه نازله. كيبقى هاد السكام هذا ديال بامب اند دامب بامب اند دامب يعني كي يتجمعوا واحد 15 واحد ماشي 15 واحد وانما واحد 300 واحد 200 واحد في شي جروب ويجيو يشريوها في خطره ويبيعوا الفوق وغادي بحال هكا. المهم هذاك داك السون ديال التليجرام. اوكي لا عرفتو. هنايا الاختراق ديالها كان 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 قوي في هذه المنطقه هذه ديال 0.0090 راه مشات حتى ل 0.060 0.060 اجينا نعبروها من تما حتى الفوق راه واحد بزاف راه بزاف راه بزاف الاخوان راه تقريبا 2000% 2000% راه بزاف. اوكي سو النهار اخترقت هنا في 10 جونفي بقات غاديه طالعه حتى تيستات 0.10 توصلت 0.10 ورجعت. واحد الحاجه اللي غتردوا ليها البال اللي هي هاد الفابوناتشي اللي ديما كنستعملوه هنايا لانه هو في غايه من سهوله تخدم فيه وفي غايه الاهميه تبقى خدام به. اوكي اذا جينا ناخذوه من اخر نقطه ولا من بدايه النقطه اللي زدنا فيها اللي هي 0.090 ولا 0.095 وديناها لاخر نقطه وصل لها الثمن اللي هي هذه فغيعطينا ان الجولدن ريشيو ولا منطقه الذهبيه ديالو فين الثمن اصلا خاصو يرتد هي 0.61 0.65 من مؤشر ديال فابوناتشي اللي بالمقابل ديالها بثمن بالدولار اللي هي 0.042 ولا 0.045. فالعمله بقات فوق هذاك الثمن يعني فعلا مشات حتى ل 0.046 ومن بعدها ارتدت مباشرة 0.70 ومن ثم وهي باقة فوق 0.50 بحوالي تقريبا واحد 16 يوم اليوم. فهي كتخرج من التموقع ديالها في داخل هذا المثلث ديال سميتو ديال داون ترند فكتحاول انها تخرج منه وكتحاول ايضا تبقى تصحح فوق الموفين افريج ولا خط ديال 20 الموفين افريج اللي هو هذا بالزرق كتحاول ما امكن تبقى فوقه. الا بقات فوقه بقات كدير هذا الموف ولا كدير التحرك ديال كتزيد شويه لقدام وتنزل تزيد شويه لقدام وتنزل ولكن كدير ديما ديك كل طلعه كديرها قل من يعني كل طلعه كديرها فهي اكثر من الطلعه الاولى بحال هكا تقريبا غاديه راه مزيان.
فراه غتجي حتى انا تقرب لهاد الريزيستنس تبقى تلعب تحتو، وديك الساعه تيكون واحد البوش كبير غير كيحطوا ديك الفوليوم تيحطوا هذاك الليكويديتي فكتدفع البرايس كيمشي ديريكت الفوق. ف الى جينا نشوفوا هنا الار اس اي، ما بغيتش نطول هذا الفيديو بزاف حتى السي بي يو ديال هاد الماشين هذه اللي عندي حيت يلا جاتني جديده، ماشي حاجه ما بيهش ماشي كومباتيبل مع الويندوز 11 ودير المشاكل تنزل بزاف. فهنايا يقد سميتو راه هي راه خرجات حتى هي من هنا من سميتو من داون ترند ولا من ديفيرجنس ديال ار اس اي تقريبا راه خرجات من ويلا جينا نديروه الى جينا نكالكوليو هنايا ولا جينا نكالكوليو تقريبا على هاد البوان هادي وعلى هاد البوان اللي كاينه هنا تقريبا راه تيحاول يخرج مازال ما تكونفيرماش 100% ولكن تقريبا راه نقولوا كاع راه خرج لان رجع هنا من المتوسط ديال الار اس اي اللي هو 0.50 راه مشى حتى ل 0.47 فهو الان كيعاود يرجع يقد يدير واحد التصحيح فوق 0.50 بحال هكا ويدير واحد طلعه بحال هكا يجي يتيستي نفس البلاصه اللي كان فيها ديال الاوفربوت زون او لا منطقه ديال سميتو ديال البيع اللي هي 0.85 او 0.87 وديك الساعات ممكن نشوفوا واحد التصحيح يكون مباشر كبير. اوكي فهذه حتى هي راه بوزيتيف من ناحيه الار اس اي ولا مؤشر القوه فهي ايجابيه من ناحيه ديال التشارت كتشارت كستراكتور كميبيان فهو تاو بوزيتيف. الى جينا نديرو ليه الخدمه ديال نحسبوه بنظام موجات فهذا واحد هادي جوج هادي ثلاثه الرابعه راه كانت كتصحح هنايا الخامسه نقدو نشوفوها انها تخترق الريزيستنس ولا تخترق هاد المقاومه اللي عندها في 0.13 فاذا اخترقت هاد المقاومه اللي عندها في 0.13 فمباشره الى 0.25 او فما فوق 0.25 ربما حتى 0.40. اوكي فاذا كتشوف واحد الحاجه نقزات من 0.090 ومشات ديريكت ل 0.10 بواحد 1900% راه واحد يعني كاين ناس اللي كتحط فلوس كثيره في هذا البروجي هذا تقدر دير نفس الموف هنايا عاوتاني ولا نفس التحرك ل 0.40. اوكي فهذا من الاشياء اللي خصكم ايضا تردوا لها البال فهي كتكون فهي عطاتنا واحد بزاف ديال المؤشرات اللي هي بانها بوزيتيف بقات فوق الجولدن ريشيو ديال فيبوناتشي وايضا عطاتنا هنا مازال ما كملاش نظام الموجات الخامسه في الديلي يعني في الميبيان السعري ديال النهار وايضا هنايا عندنا في الار اس اي اخترق ان الديفيرجنس يعني تحول بوزيتيف سايد ولا الجهه الايجابيه وربما يدير شي محاوله ديال الصعود بحال هكا الا شفتوا هنايا راه تيديروا واحد تيدفعوا هذه العمله بشكل غريب يعني الا شفتوا هنايا بوف يعني تيدفعوها بواحد الفوليوم كبير زيد 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 يعني طلعت لي كيدير حتى هذه اللي هنا طلعت لي كيديروا شويه صعب يعني فيها الفوليوم كبير تدفع العمله تزيد مزيان داكشي علاش قلت لكم راه الا مثلا وصلت فاتت هذاك المقاومه اللي عندها في 0.13 راه تدفعها ديريكت انها تمشي في 0.25 او فما فوق 0.25 فلنفترض فقط انك حطيتي فيها 10000 درهم دائما مثلا نقول حطيتي 10000 درهم فكنتمنى انك تكون حاط سميتو توقف الخساره في اي بروجي كدير نقولوا مثلا حطيتي فيها 11000 درهم اللي هي 1000 دولار مقسومه على 0.060 غتعطيك تقريبا شي 3000 ولا ما عرفتش شحال 16000 ما نديرش لها القسمه ولكن ندير لها الضرب 0.25 فرا 4000 دولار هذيك حيد من هذيك 1000 دولار ولا ديك 10000 درهم اللي انت انفستيتيها تبقى لك واحد 3,100,000 ريال ولا 40000 ريال تقريبا ارباح بالنسبه بالعمله المغربيه الى بقينا بالدولار فهي تبقى لك 3100 دولار و150 دولار فهذه من سميتو عاطي عاوتاني بوزيتيف 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 انا تنعاودها نقولها راه التشارت ديالها الميبيان السعر ديالها بوزيتيف كما شفنا ان السعر ولا التشارت ولا الميبيان ديال كاسبا وديال كاسب
كان بوزيتيف وهضرنا عليه فراه زاد لقدام وراه مشى مزيان. الاو بي هضرنا عليها راه ان شاء الله غتزيد وتمشي لقدام مزيان. بزاف ديال الحوايج اللي هضرنا عليها هضرنا حتى على الفي دي تي راه كانت مشات تقريبا 0.60 وعاود رجعات، ولكن ما توفقاتش انها تخترق الريزيستنس ديالها اللي كان 0.70. بهذا نكونوا ان شاء الله وصلنا للنهايه ديال هذا التحليل ديال هذه العمله هذه. الى بقيتي حتى الاخر ديال هذا الفيديو نتمنى تكون مشترك في القناه، الى ما كنتش مشترك بليز بليز سبسكرايب للشانل ولا للقناه. الى عندك اي عمله باغي دير لها تحليل ولا باغي تاخذ الراي ديالي فيها ممكن انك توضعها في صندوق الوصف، نكون سعيد بالتحليل ديالها ونعطيك الراي ديالها. هذا مكان. شكرا لكم بزاف ونهاركم بروك ومع السلامه، والى الملتقى في فيديو جديد.